يقول: هل هناك خلاف بين الرقية الشرعية الجماعية والرقية الفردية، وما هو الراجح منهما؟ ما وردت الرقية الجماعية اللي يقرأ بالميكروفون أو يقرأ بالهاتف، هذه ما وردت، هذا توسع زيادة تزيد، ما ورد هذا، ومن الإسراف ومن هذا لا يجوز. واللي يحملهم على هذا الطمع من أجل يأخذون فلوس كثيرة، هذا لا يجوز ولا ينفع. إنما الرقية أن يقرأ وينفث على المريض مباشرة، أو يقرأ له في ماء ويسقيه إياه، هذه الرقية الشرعية. أما الرقية بالهاتف أو الرقية بمكبر الصوت على ناس كثير، هذا لا أصل له ولا ينفع، وإنما القصد منه الدعاية وأخذ أموال الناس. نعم.